انا هطلب حاجه معلش لان انا شايله الماسك فانا عايزه كله يلبس بالظبط. طيب اوكي انا ممكن نرجع ورا شويه بعد اذنك وبس حتى عشان اسمعكم انا مش سامعه. مبروك على المسلسل انت يا رمضان طيب ممكن ناخد خطوه شمال عشان باك دروب عودة رمضان بعد الجواب لما ايه اللي حمسك لتقديم الحفل ممكن نرجع ورا شويه انا والله ما سمعاك يا جماعه بعد اذنكم ثواني ممكن ثانيه تحبي ناخد جوه عشان طب يا جماعه مش هيبقى بعيد كده بعيد يا جماعه ابراهيم ممكن يا جماعه واحد يسال طب اهو احنا في الاول يا ورا فاطمه لا بس المايك منى استاذ يا فاطمه لف المايك حاضر يا حاضر احنا بنظبط وقفتنا بس اتفضل يا فندم يلا هدايرين يا صاحبي يلا يا جماعه مش شايف مبسوطه ممكن عندي امل ان شاء الله انها تبقى حاجه تعجب الناس وكنت حاجه بتمناها يعني فيها كذا اغنيه اللي هي المسلسل ده فمبسوطه ان انا ايه المختلف بالدور اللي بتقدمه منى زكي في مسلسل ان شاء الله هيتعرض في رمضان زي لعبه نيوتن ان شاء الله؟ هي الحدوته مختلفه الكاركتر في صفات شويه بعيده عني مختلفه فان شاء الله يطلع حلو يعني الكرو مختلف برضو على منى زكي محمد ممدوح سيد رجب عائشه بن احمد قولي لي الكواليس دي كان شكلها ايه؟ كواليس جميلة يعني كلهم فنانين كبار ومحبوبين جدا في ناس منهم كان نفسي اشتغل معاهم فسعيدة قوي بالتجربة وكانت كواليس كلها يعني اكتر كلها معظمها عن الشغل وكلام عن الكاركترز ف يعني تجربة جميلة انا سعيدة قوي ان انا اشتغلت معاهم. منى انت من الفنانات اللي بتركز في قصة المنافسة خصوصا في رمضان بين الفنانات الزملاء او المسلسل المنافسة؟ هي المنافسة كده كده بتبقى طبيعي موجودة بس يعني بجد ده مش بيخلي الواحد يبقى حاسس بأي ضغينة. طبيعي ان حاجة تعجب ناس وما تعجبش ناس وحاجة الناس تشوفها دي احسن حاجة وناس تانية لأ ف يعني انا بالنسبة لي المنافسة هو ان كل واحد يحاول يعمل احسن حاجة ما عنده وبس. مش حريصة ان كل سنة يكون ليكي مسلسل في رمضان ليه؟ مش حريصة ليه يا مولا ليه؟ غصب عني يعني بقعد ادور على شغل في وقت تاني ما ببقى بربي ولادي طبعا فبتختلف الحاجات يعني. منى السنه دي هنشوف في رمضان فعلا ملحمه كل نجمين في مسلسل واحد. انت هتبقي عايزه تشوفي مسلسلات معينه تشوفي النجوم دول كتير هنشوف كريم واحمد مكي في مسلسل واحد اكيد. انا الاختيار ده بالنسبه لي نمبر 1 قاهره كابل نفسي اشوفه مسلسل ياسمين لا في مسلسلات كتير قوي لا بتعيبها بتحبي رامز جلال ولا لا يعني فاطمه امسكي المايك بشوف رامز بحبه اكيد ده صاحبي جدا.